فاجئك بالاخير. ما بقي شيء، 45 دقيقة ونطري يعني. الحاق منزل جيش اليوم. انا قلت ايش من كثرة العادة، المركز الاول واحد. عارف مقدرات خيلنا، ما أظن أحد يسبقهم يعني. نفس سامش يقول 2019 إيه؟ ترياه 2019. ظليت ساعات وساعات أحاول أصيغ سطور المقدمة، لكني وجدت نفسي في زحام أفكار وكلام عن ما الذي يمكن أن يحدث اليوم من أداء. بحثت بين أسماء المشاركات، أحاول معرفة من سيكون بطل السباق وكيف ستكون رحلة الوصول والانتصار، وإذا بي أسترجع نتائج الموسم اللي طاف، اللي أولها كان لفيكتوريوس مع البطل شازام، والثاني للزعيم مع بلاج، والثالث للرعود مع أمير. وما يحتاج أذكركم بالسيناريو التاريخي اللي صار لما أنهى شازام المنافسة من المرحلة الثانية للسباق. لكن قراءة أسماء المشاركات تضعنا أمام مجموعة مرشحين قابلة للنقد والتغيير. تسمايل لفيكتوريوس مع الفارس فهد الخاطري اللي حقق المركز السادس العام في كاس الملك، وأمير للرعود مع الفارس سيف المزروعي اللي حقق المركز الثالث العام في نفس النسخة، وتالنت للزعيم مع الفارس معيوف الرميحي الذي كان من مجموعة خيل كاس العالم. وهالثلاث أسماء إذا كنا بنتكلم عن معيار إنجازات، بس الأكيد أن كل سباق بيميز لنا بعض الأسماء. وإذا بننتقل لكل المشاركات بنشوف مشاركة حلوة من كل أجنحة الفريق الملكي، فلا شك أن الكل على أتم استعداد، ولكن الشح كان في أسطبلات الأهالي، ليس من بينهم خيل أبطال للمنافسة في مثل هذا السباق، ولكن التواجد وحده كافي في مثل هالمناسبات. وفي ظل منافسة ثلاثية متوقعة بين فيكتوريوس والزعيم والرعود، كما قلت مسبقاً البقية متواجدين، ولكن كان مهم أن نشوف فريق الفرسان ورايهم عن الذي سيحدث، خصوصاً بعد اللي شفناه منهم من أداء. فرد سمو الشيخة نورة بنت حمد قائدة فريق الفرسان كان بأنهم راح يركزون على الأداء للقادم من سباقات، وبأن الرعود متواجدين اليوم بأسماء معروفة، ولكن فيكتوريوس هو من يصنع الأبطال، والمنافسة نعم راح تكون ثلاثية بوجود الزعيم اللي راجع ينتقم من بعد خسارته في السباق اللي طاف. على الانتري الموجود يعني فيكتوريوس والزعيم والرعود بين ثلاثة روس أتوقع. أبو عبد الحق يجيب جيش. عبد الحق يمكن عنده وجهة نظر. ليش مو كثرة العادة؟ المركز الأول واحد. أفضل حصان عنده تالنت. عبد الحق إذا اليوم خسر سباق شنو بيكون موقفه؟ في النهاية الرياضة فوز وخسارة. أمير يعني جاب المركز الثالث في نفس النسخة العام الماضي. حصان زين. هالمرة شلون الخطة بتكون وياه؟ ولا أنت معول على بطل أكثر؟ لا تشوفي النسخة اللي فاتت كان ريس وايد سريع يعني، وأمير كان أول مشاركة له في البحرين ومعنا الفريق وأدى أداء كنا راضين وياه على المستوى اللي قدمه، رغم أن الحصان تأخر في النبض في بعض المراحل، لكنه في المراحل الأخيرة يعني قدم مستوى صراحة وسرعة ما كنا نظن فيه أن هذا المستوى، فنتمنى ان اليوم نقدم نفس المستوى اللي قدمه اسماعيل واوباما. ف ما كان الاولى ان الكثره العدديه تكون في سباق العيد الوطني؟ والله بقول لك هي مو كثره العدد، لان في النهايه تبي حصان واحد يفوز، عرفت زين؟ وان شاء الله يعني الراسين الموجودين
إن شاء الله ما البركة فيهم. إسماعيل حصان طيب، أدى يعني في البحرين وأدى خارج البحرين، وأنت في الأخير ترى يعني ما تحتاجين حق عدد يعني. في الافتتاح يعني لأن كان عندكم عدد، فكانت الخطة اللي على أساسها وصلتكم حق المنصة أنكم خليتوا اثنين في الأمام وخليتوا مجموعة في الخلف، وبالتالي هاي الخطة كانت خلينا نقول هي أساس وجودكم على منصة التتويج. اليوم أنتم شاركين باثنين، فالخطة شنو بتكون؟ ما عندك خيار إلا أن تكون في الأمام أتوقع. في النهاية اللي يطوف الخط حصان واحد اللي يسبق، ولو الواحد يكون عنده اثنين ومتأكد منهم يكفونه. إحنا بعد عندنا شيء طيب وهم عندهم شيء طيب، بس إن شاء الله يعني عقب 45 دقيقة بيبين كل شيء. متوقع فيكتوريوس مع إسماعيل بيسحبون البيس بسرعة معينة؟ والله البيس اللي هم بيروحون احنا بنروحها، لان احنا عندنا حصان عنده قدرة عالية امير ويحب السرعة، هو مو بيحب ان الحصان يعني الريس يكون راكد، لا اذا كان الريس ما كان فيه بيس احنا بنسوي البيس. لا اليوم بيصير 27 افريج، بيكون سريع. وتتوقع الكل اليوم بيمشي على هالافريج؟ لا لا احنا ما نمشي على حد، احنا دائما نحط لنا افريج معين نؤمن فيه نعرف قدرات خيلنا يعتمد على خيلهم. والله بس ما نمشي على أفرج الغير، يمكن الغير بعد يكونوا غلطانين فما نغلطوا إياهم بعد. والله إحنا بنمشي يعني على خطة سمو الشيخ ناصر، وإن شاء الله هاي الخطة هي اللي بتوصلنا جدا. أعتقد سمو الشيخ ناصر اليوم هي أكيد القرية، شوفي نفس المقبرة بنونة صراحة. والله وبدون هالديباجة وهالمقدمات، خلوني أكون صريحة جدا، سؤال واحد ووحيد كان يدور في ذهني بدون لف ودوران مهما حاولت أني أخفيه وأخليه ضمني في اللقاءات، وهو هل سيثبت الرعود نفسه في الموسم المحلي بعد كل الكلام اللي نقال؟ فالمفترض أن يكون المركز الأول سهل بالنسبة لهم من عقب المنافسات العملاقة والمحك الحقيقي اللي يخوضونه في الإمارات. حد لا تسألين هالسؤال هذا بالفاجأة والأخير. بتسألين هذا السؤال ما برد عليك ترى. ليش؟ يعني موقفهم في شنو؟ متوقع انه ما يخلونكم في حالكم نفس العام. نفس سامش يقول 2019 غير؟ ترى ياها 2019. هالسنة غير؟ ان شاء الله 18 19 غير. يلا بنشوف. وانا اتابع الانطلاقة كنت أشوف العدد والحماس، ودائماً البداية هي اللي تأسرني في السباقات، لأني أعرف أن الأفكار اللي راح ينطلق بها الفرسان راح تتغير في مراحل السباق. وأفكار تجر أفكار، هل سيكون سباق سرعات؟ وهل إسماعيل وأوباما راح يكونون على قدر عالي من الثقة؟ وهل أمير بيتجاوز مركز الثالث ليكون الأول ويبعد إسماعيل وفيكتوريوس عن صدارة السباق؟ وهل الزعيم بتدارك أخطاءه اللي كانت من وجهة نظر عبد الحق مو أخطاء، وزعل ورفض أنه يظهر أهوى وكل فرسانه في أي لقاء؟ لكن المراحل عندها الجواب. ما عدين كثير إلا وتكونت كالعادة مجموعات السباق، فعقب 5 كيلومتر تقريباً المجموعة الأولى كانت فعلاً ثلاثية بوجود الزعيم وفيكتوريوس والرعود، فإسماعيل وأوباما موجودين وأمير ووترلي، أما الثلاثة الآخرين فكانوا للزعيم بوجود تالنت وبادجرز وجودزيل. أداءها السبعة كان ثابت، وفي خلال نص ساعة حوافر الخيل وصلت سرعتها بين 7 و28، اقطعوا خلالها أقل من نص مسافة المرحلة، والمجموعة الأولى على نفس ما هي عليه. أما المجموعات الثانية صحيح وأنها تفرق عن المقدمة، لكن هالتواجد ضمن مجموعة محددة كان باختيارهم، مثل ما نقول دائما يا أما الخطة قادمة أو فقط بسبب قدرة الخيل. فالمجموعة الثانية كانت سرعتها بين 4 و25،
اللي من بينهم بطل مع الفارس محمد عبد الصمد. وظن نعرف ليش الشيخ دعي محتفظ فيه، عشان يأمن نفسه لو حصل أي تغيير مع ووترلي وأمير. في عدد موجود في نفس المجموعة، لكن إذا كنا بنتكلم فقط عن الملفتين فوجود شيباني الصراحة مثير، لأنه بطل قديم واستانس على هالشي لما أشوف الأبطال القديمين لازالوا يشاركون وصامدين. والشيخة نيلة وأخيرا شفناها مع النصر من بعد غيابها عنهم سنين، ولأن اللي مشاركة معاه أفليكا يقدر على سرعة 26 مركزه ممكن يكون جيد لو وصل للأخير. للي توهم يشوفون الريس ما طافكم شيء، فطول الوقت في هذه المرحلة وإحنا ماشيين بثبات وبدون تغيير وعلى نفس الترتيب، لكن قبل القرية ب 15 كيلو متر تقريبا صار الفرق شوي كبير بين المجموعة الأولى والثانية، فالفحص بعد هالمرحلة هو الوحيد اللي ممكن إنه يقرب فرق الوقت بين المجموعتين. في ساعة و27 دقيقة انتهينا من أول 40 كيلومتر. تسمايل وأوباما وأمير كان وقت الريكفري لهم حول الدقيقتين، وتالنت لعبد الحق خذ دقيقة وست ثواني فقط، وهالشي معروف عنه أن قلبه هو اللي ميزه، وكان أقل وقت ريكفري بينهم وحتى أقل من المتصدرين. صح بطل كان موجود في المجموعة الثانية، لكن احنا حاطين عيننا على بطل. احنا عندنا في بالنا شيء معين نبي نسويه ان شاء الله في هالمرحلتين اللي بيجون. حاطين عينكم على بطل. زين؟ زين. واذا الله وفقنا ان شاء الله اليوم بنفوز. وما نقدر نحط النقط على الحروف بعدنا ليه الحين. فإن شاء الله مع المراحل الجاية الحروف اللي انتو حاطينها واللي بعدين بتكملون النقاط مالتها شنو؟ الحين على المرحلة الأولى ما عندي شيء أقوله صراحة، يعني الواحد ما يصير يكشف أسرار دايرة. مو أسرار بس هو... يعني انتو محتفظين ببطل، يعني الأشياء تصير خلينا نقول مكشوفة، يعني بعد ما يبي لها ذكاء. هو ما يبي لها ذكاء. من مشى على سرعة من؟ الرعود ولا فيكتوريوس ولا أي فريق ثاني راح يحاولون ما يتصدرون من البداية. من حسن حظنا اليوم أن تقريباً وجهات نظر المدربين متشابهة. ف... اللي هي؟ يعني على سرعة معينة 27.5 ما زدنا عن السرعة. مو معناتها أن الخيول تتصدر راح تدش دايركت. توفقوا الشيخ ويا أحمد توفقوا في اختيار هالخيلين حق هالسباق، لأن ما شاء الله معطينا مؤشرات طيبة. أول يمكن تسوي فارق في بعضها ما تسوي فارق، فإحنا الجروب الثاني يمكن لحق عليهم. الشيخ دعي قال بيفاجئني اليوم، أنتوا بعد تفاجئوني اليوم؟ والله فيكتوريوس ما يفاجئون، فيكتوريوس كله الأول، يعني مو شيء غريب إذا فزنا. والله فهد لفت انتباهي حق شغلة مهمة، فعادة الشيء اللي فاجئنا هو الشيء الجديد، فهل بيفاجئوني الرعود لو فازوا لأن هالشي عليهم غريب؟ وبين اللي فكر في الفرق اللي قد يحدث في المرحلة الثانية وبين التخمينات اللي في بالنا، مفروض أن هالمسار يكشف أكثر من اللي شفناه في المرحلة السابقة. فبعد انطلاقة تسمايل وأوباما وأمير بعدهم بأقل من دقيقة انطلق تالنت ووترلي وبعدهم بادجرز. في المسار اللي توقعناه صار، اللي انطلقوا أخيرا زادوا السرعة عشان يكونون مع المقدمة اللي مثبتين سرعتهم على 27، وبعد 6 كيلومترات انضم بادجرز لهم على الرغم من أنه انطلق بعدهم بدقيقتين. فعبد الحق مستحيل أنه يترك فيكتوريوس والرعود مرتاحين، وبجذي تبقى المنافسة الثلاثية. ويبقى السؤال، من هالستة أفضل؟ تسمايل صاحب السمعة ولا أوباما الجديد نوعا ما على مثل هالمنافسة،
ولا أمير ووترلي اللي ما نعرف إذا بيكونون قد الثقة لأي مفاجأة، أو يمكن تالنت اللي تواجد اسمه في مجموعة كأس العالم، أو بادجرز اللي يمكن نغر فيه عبد الحق في آخر سباق له. طبعاً هالتساؤلات كلها لأن لطالما كان سير المجموعة نفسه فعملية التمييز راح تكون صعبة، وبنترك هالمجموعة مثل ما هي وبننتقل للمجموعة الثانية اللي كانت انطلاقتهم بعد أصحاب المقدمة بخمس دقائق وحافظوا على هذا الفارق. لكن قبل لا تنتصف مسافة الثلاثين انطلق جودزيل للزعيم وصار موقعه بالضبط بين المجموعة الأولى والثانية، وكان واضح أن المجموعة الثانية خلت بيسها ثابت على 25، لذلك بعد أكثر من نص المسافة صار الفارق بين المجموعتين أكثر من الفارق القديم، فسبع دقائق ونص مو قليل. المقدمة كانوا كالعادة يتبادلون الأدوار، الكل خايف ينقص أو يزيد. صحيح أنها مملة لمن يتابع السباق، ولكنها مهمة للي عنده خيل يبغي ينافس الآخر الأمتار. في ساعة وخمس دقائق انتهينا من مسافة الثلاثين. وبعد 70 كيلومتر قطعوها الخيل بدأ يزيد طبعاً وقت الفحص والتبريد، لكن تسمايل ظل أقوى الموجودين. تسمايل معروف حصان قوي، عارفين مراكيضه من قبل، وقلبه يعني هاي هو الحصان، فما في عليه خوف الحمد لله. بعد تسمايل كان بادجرز للزعيم اللي عبد الحق قال لي شوفي هذا اللي قلتي عنه خلص ماي القرية، والله إنها ما كانت سخرية بس كانت واقع ونتائجة مرئية. عموماً لحد الحين ما في أحد راح يخالف توقعاتنا المبدئية للمنافسة. والله هذا اللي موجودين الحين من بداية أول 5 كيلو، يعني ما في قصور في المدربين الثانية، بس العالم استسلمت، الظاهر نتعد حق كاس جلالة الملك. بتأخر أوباما في الفحص راح يتأخر في انطلاقته عن رفيق دربه تسمايل بخمس دقائق تقريباً. دورت فيكتوريوس أبي أسأل عن الخطة بعد هالنتائج، لين ما وصلتني نتائج غير اللي شفتها. والله هاي أبار خطأ فني من عندهم، لأن دست سمايل أنا يمكن أقل من دقيقة دسيت بعده، ودس عقبي خالد خيري ودس يوم خير الشيخ دعي دسيت قبلهم، بس يوم تم في الرزوت كان سسبند، يوم رحنا تأكناهم قالوا لا في الخامس، بس يوم رحنا تأكدهم مرة ثانية راجعوا وقاموا عدلوا النتائج. لو كانت نتيجة أوباما هي النتيجة السابقة بعد التعديل كان ممكن نقول إن الوقت قد حان لتدخل الرعود. أحسب حساب حق بطل ولا خلاص؟ والله شوفي لا ما صار فرق، يعني شوفي رئيسات البحرين أرضية البحرين ما تنضمن في أي لحظة، وخير اللي في المقدمة تطيح من كذي. إحنا وزعنا خيولنا، يعني عطينا الحصان وتر لك مدور اللي ركبه حمل كعبي مساعد حق أمير، أن أمير دائما متنرفز، وحطينا حصان يعني بطل في المأخرة، أنا عارف أن قلبه قوي، الحصان بيغلص الفارق في أي لحظة. إذا بنتكلم من باب المقارنة، فيكتوريس عندهم تسمايل وأوباما في الأمام، والرعود عندهم ووترلي وأمير، لكن الأفضل بين هالأربعة بيّن أنه هو تسمايل، ويمكن صار واضح للرعود أن المنافسة في الموسم المحلي مو سهلة مثل ما يظنون. والله شوفي الحين اتوقع على هذه المرحله الحين بيبتدي السباق، كل واحد بيحدد مركزه وان شاء الله بنشوف. احنا ما عندنا وقت يعني ولا بيجين من الامارات عشان احنا بنروح نكمل ولا بنروح شيء، احنا جايين منافس ان شاء الله نكون منافس صعب. اتوقع انكم تشاركوني نفس الشعور في متعه انتظار المستوى اللي ممكن يقدمونه الرعود. تسمايل انطلق بسرعة 25، مفروض أنه عشان يقدر أوباما يلحق عليه، وبعده انطلقوا الباقين. ما عدينا أول 4 كيلومترات إلا وكان تسمايل وأوباما وبادجرز ووترلي مع بعض، وراهم بنص دقيقة
تالنت وأمير، وما في جديد. من بداية المراحل وصولا إلى هذه المرحلة وأنا تساءل من ممكن منهم يجاكم وينطلق ويخربط أوراق الباقين، لكن ما في شيء حصل وكلهم كانوا ثابتين في أدائهم ومرتاحين. أما المجموعات الباقية من بينهم خير الخالدية والنصر والفرسان ظلوا على نفس خطتهم ونفس السرعة اللي بدوا فيها السباق، وواضح إنهم اختاروا إنهم ما يكونون في المقدمة خلاص. وقبل القرية بأقل من 10 كيلومترات تعثر تسمايل وطاح الخاطري، لكنه ما انسحب وكمل عشان يواصل السباق، وما أعرف إذا راح يكون لهذا الموضوع تبعات. وبعدها بشوي تعور ووتر للرعود مع الكعبي وانسحب، وهني نقدر نقول أنها نقطة تحول للسباق. اي نعم الحمد لله على كل حال. الحصان اول مره يصير على هالضغط هذا في سباق يعني كبير مثل كاس الوطن لدولة البحرين. توقعت ان التبريد بعد هذه المرحله ممكن ياخذ وقت، خصوصا بعد السرعه اللي ما نزلت والحر والرطوبه، لكن في اقل من 3 دقائق دخل اوباما وتسمايل وامير الفحص. فيكتوريوس واجتازوا، وأمير انضرب بلنتي، وأظنهم ادخلوا الفحص معتمدين على الدعاء وما راجعوا الساعات. لكن الشيخ دعيج ما يلام، فلو ما دخل بيصير فرق بينه وبين فيكتوريوس، ولو دخل معاهم ممكن تكون مغامرة بالضبط مثل اللي صار، وفي الحالتين نطلع خسران. لا اليوم هذا السباق هادي وايد، يعني نحن ما توقعنا السباق كذي، كان يعني من طلعه كنا نمشي 27 28، شوف الشباب كل واحد يطالع الثاني وحد بيصير قدام. لكن في المرحله الجايه ما حب يطالع احد غير عثمان وفهد، فامير بيطلع بعد اكثر من 6 دقائق، وخيل الزعيم راح تطلع ايضا متاخره رغم انها وصلت مع المقدمه، لكنها اخذت اكثر من 10 دقائق لما اجتازت الفحص وصارت متأخرة عن الباقين. بس الصراحة للحين كان عندي أمل، الحصان بيخلص الفارق في أي لحظة، فعلى قولة عبد الرحمن السعد ما عندهم وقت وهم جايين عشان يكونون منافس صعب. فانتظرت بطل اللي وصل من المرحلة الثالثة عقب ربع ساعة وخذ 6 دقائق في الفحص، وهني خلونا نفكر شوي ما إذا كانت معطياته تسمح له إنه يقلص الفرق. كنت أبغي أشوف منافسة في المرحلة الأخيرة نختار فيها البطل، لكن أتوقع كل شيء ينحسم قبل لا تبدأ مرحلة 20، والثاني مرة أقدر أقول إن فيكتوريوس أنهى فرصة وجود الآخرين على منصة التتويج، إلا في حال حدث تغيير وهالشيء مستبعد إذا مو مستحيل. تسمايل وأوباما انطلقوا بسرعة 30، والأكيد أنها السرعة لتوسيع الفارق وعشان ما تلحق عليهم خيل الرعود والزعيم. أمير كان يحاول ويحاول، والسرعة اللي كان ماشي فيها ما كانت شيء بسيط، لي قبل نص مسافة المرحلة كانت هني نقطة اكتشاف قدرة تحمل أمير، خف وتعب وصار صعب إنه يوصل، والأكيد إن فيكتوريوس ظلوا بدون منافسين وأوباما وتسمايل لا زالوا صامدين. تالنت وبادجرز انطلقوا لكن كانوا وايد وايد بعيد، والتعب كان واضح عليهم وأكيد، لكن عبد الحق ظل يضغط ويضغط عليهم، ما أدري شلون كان يعتقد أنه ممكن يكون قريب. وصلنا لنهاية المرحلة وما بيعيد وأزيد، بس فيكتوريوس في المقدمة وحيد. صح أوباما خف شوي وابتعد عن تسمايل، لكن لحظات الوصول يعني ما أعرف شلون أوصفها لكم، كل دقيقة ألتفت أشوف من في المجموعة الخلفية، وهو كان خوف توتر ما أعرف، بس صدق كان موقف صعب. تسمايل كان باقي له أمتار وفهد مو قادر يحركه من عقب الطيحة في المسار،
والتشجيع اللي حصله ما ظن شفناه في أي سباق طاف. المهم إنه وصل وكل من تابع معانا هاللحظات ارتاح. اثنين وعشرين دقيقة بعد الوصول أعلن بأن تسمايل بطل العيد الوطني، وبعد 26 دقيقة أعلن بأن أوباما الثاني بعد إعادة فحصه لأن في أول بوابة كان نبضه عالي، أما الثالث فكان أمير. أصعب سباق لي بالنسبة لي، أنا يعني من بديت أركب خيل ما حسيت بالمعاناة اللي حسيت فيها اليوم. وانتش في النهاية بتشوفين كلمات فيكتوريوس، الحمد لله شفتين خط النهاية كلمات فيكتوريوس. أقول الثالث بصعوبة ولا؟ لا ما في، ما خذناها بصعوبة. بس أنا توقعت المفاجأة الأول. والله أنا بعد توقعت، كلنا يعني يطمح للأول. قلت لك أنا قبل ذي المرحلة اللي بيغلط في الترك بيدفع ثمن، وإحنا دفعنا الثمن. يعني الواحد إذا يجي بلنتي يدفع ثمن غالي، يعني أمورك تعتفس ما تعرف تقول له خير. في شيء في قلبي الصراحة لازم أقوله عشان أتجاوزه، وما أعرف إذا كنتوا تفكرون في نفس اللي أفكر فيه أو لا، بس وأنا تابع السباق ما قدرت أمنع نفسي من تذكر هالكلام. فيكتوريا سحن خنقول هو الأبرز مثلاً ضمن اسطبلات الفريق الملكي، يعني مع احترامي حق هذا الفريق شنو الأبرز؟ أدى في البحرين مع انطلاقة 25 راس لهم أيضا مشاركات. وين هاد؟ أنا بعطيك سباق احنا أدينا مع انطلاقة 200 راس، أكيد بمدح فريقي نحط في وسط محك، فريقي نحط في وسط محك. في وين؟ القضية مو أن نعيد ونزيد في الكلام، لا، ولا أقصد من وراه شيء غير سرد منطقي للي صار. إذا كانوا اللي مشاركين في السباق 36 راس وما كنت عليهم أول فعندكم الجواب، وإذا كنت الأفضل وخصم صعب وما قدرت تقود السباق فعندكم الجواب، وإذا كان السؤال شنو سوى فيكتوريوس فالجواب شفناه في السباق، وهني بدأت سلسلة الأعذار. اللي بيضغط حصانه في المرحلة قبل الأخيرة بيدفع ثمن هني، وإحنا دفعنا الثمن، الثمن هاي الثالث. بس قلت لي قبل المرحلة أن بطل، في أي لحظة بيقدر يخلص الفارق؟ صعب عليهم، لأن إحنا من بداية السباق من المرحلة الأولى حطينا عليهم البيس، هاي كانت توجيه سمو الشيخ ناصر. إحنا ما يعني ما طلبنا من بطل عشان يخلص الفارق، يوم شفنا الوضع يعني خيول استبلاد فيكتوريز ما شاء الله، وهو دائما الحصان من يعني من السرعات العاليه ما تناسبه، يعني اداء دائما يكون في اوروبا افضل، دائما الحصان اداء ممتاز لل 100 كيلو، من بعد ال 100 كيلو تراجع نوعا ما، لان بطل ما كان بيقدر يخلص الفارق. لا ما كان هذه، بس احنا فكرنا فيها له حق قص الشيخ محمد جدام. هذه غدرات الحصان، يعني انت الخيل اليوم 3-4 تروس مثلا في نفس السباق كلهم مشتغلين ومخفين نفس التمرين ونفس المفاحيم كل شيء نفس الشيء، لكن الأفضل والجيد هو اللي يبرز نفسه. بس للحين ما فهمت، الحين بطل ما قدر والمسافة ما تناسبه، ولا ما طلبوا منه تقليص الفرق، ولا محتفظين في حكاس الشيخ محمد؟ في معلومة لازم تعرفينها إنزين، يمكن الإعلام ما يدري فيها ولا الصبوات الثانية، هذه أول سباق لنا إحنا في الموسم، إن كان في البحرين ولا إن كان في موسم الإمارات، هذه أول سباق إحنا نشاركه، لا هناك شاركنا ولا هني. خيولنا وصلت من أوروبا، وصلت متأخرة، اضطرينا نضغط خيلنا. أيوه. هذه أول سباق لنا إحنا حق خيلنا. لو عقب المرحلة الثالثة ما صار البلنتي مع الرعود، ما صارت هاي التغييرات والفروقات، كنتوا بتكون عندكم الجرأة أن أنتوا يعني تجدمون وتشكلون فارق؟ والله هاي شيء أكيد أصلاً. إحنا طلعنا مثل ما نقول الكورة في ملعبنا، إحنا نتحكم في السباق شو بنسوي، فإحنا مشينا على بيس ثابت وبيس ما كان
ما كان يعني سهل تقريبا نمشي نمشي 31 في التراك، يعني كان بيمشي اللي بيطلع ورانا بس دقائق عشان يلحق، واذا لحق ما بقى هروب في حصان. يا اول خمسه ما كانوا بالشكل المطلوب، يعني الفينش كان يكون افضل من يعني انا حصاني رجع تتراجع يعني تعب موجود، بس الخيل اللي باقي بعد ما كانت بالمستوى اللي يطمحون لها يعني، لكن الحمد لله على كل حال الافرج كان عالي. قلت ايش ترى 27 صار 27، مع انه مو بالساهل ترى يصير 27 بدايه الموسم. ترى كلنا يعني في فيكتوريز عندنا يعني عندنا ثقه من عقب الله اسمه الشيخ ناصر انه يعني تجهيزه اذا وصل حصان السباق لو بواحد ما نطلع غير الناموس. هذا الشيء يعني احنا حاطينه من امس انه يا اسماعيل يا ابو عامر، وطلع واحد فيهم. فيكتوريز سابقين مبارك لهم، السباقات الجايه بيباركوا لنا. خلاصة اللي صار، الرعود ما أوفى بالوعود، وروح القتال انتهت بالهزام، وفيكتوريوس لكن يبقى للسباقات أحكام، فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير. طالب مساعدة هو، احنا مساعدينه. والله زعيم يعني استبل معروف، قدم في المواسم الماضية مستوى يعني راضي عنه، الناس تحسب له، لكن هو بداية الموسم متوفق. في شيء في خلل. انا متفرغ. ايش رائد اليوم اللي انت من الصبح على اليوم قدم مستوى زين؟ ايه رائد. ما عندك شيء تقولين عنه؟ لا لا ما عندي شيء اقوله عنه. رائد تقولي بودا زين. الفراسي دي قدها هدى. انا ما قلت لك جديده، قلت لك اي اي لا انت رائد ما تسمع من كذي تستبق الاحداث. قلت لك اي انا قلت لك كل الفريق الملكي مجدد خيله. زين قلت لي لا زين اوكي خلاص يعني هاي جوابك، ليش تسوي من القصه هاللون حكي وايد عويد. بس خلاص عروه الدفاع.